السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريبا كدير بخير. حياك الله للا. صحة لاباس. مرحبا للا. الحمد لله الله يكثر من امثالكم. أعزك الله أختي. أشكركم على هذه البرامج الطيبة والرائعة. شكرا لكم للا. الله يرحم والدي الله يجازيكم بخير. اللهم آمين يا كريم. أنا عندي واحد الحلمة بغيت تفسرها لي الله يجازيك بخير. مرحبا للا. كنت أنا هكا برا خرج وكان دخلت كنقال والدي ديالي وصاحبه مسكين واحد البقرة غيدبحوها. إيه. منين دخلت عليهم قلتهم غادي يذبحوها فاش ذبحوا هاد البقرة قال لي داك صاحب الوالد قال لي ما تقلقيش هذا راه داك النعاج ديالك ربك بحهم وشراهم وشراهم هاد العجلة غادي نذبحوها ونصدقوها على المساكن ما تقلقيش قلت له لا لا بالعكس ما نتقلقش أنا كيعجبني هاد الأعمال الخيرية ويضرب لي الفيقة شكرا الله يجازيك بخير لا إله إلا الله فاطمة دعي لي بشي جوج صالح وواحد بنت خالتي شافيها الله يا ربي كلمة طيبة الله يرزقك الزوج الصالح من امثالك ويجعلها في ميزان الحسنات اللهم امين يا كريم الله تعالى عليك وعلى جميع المسلمين باللي فيها الخير يا حنين يا كريم اللهم امين يا ربي يا امين الله يرحم والدي الله عافاك ولنا فاطمة امين امين لله هذه بشارة لك لالا فاطمة البقرة اللي غيذبحها الوالد ديالك هي هذيك البقرة ماشي صفر عيان هذيك البقرة الحمر الحمر اي هذيك ان شاء الله تعالى بشارة بان زواجك قريب وغيج وان شاء الله تعالى غيكون في الذبيحه لنا الذبيحه في المنام وسيلان الدم معناه باذن الله تعالى والسكين السكين والذبيحه والبقره والدم معناه باذن الله تعالى زواج مبارك سعيد ان شاء الله تعالى والنعاش ديالك اللي باعهم الوالد وشربهم بقره يعني ان ديال الهموم اللي كانوا عندك والمتاعب كلها غتزول باذن الله تعالى الله يبارك فغير استعدي لفاطمة قريبا غادي يكون عندكم ان شاء الله تعالى بامر الله جل جلاله فرح وعرس سعيد الله يبارك فيك الله يجازيك بخير ويسهل على الاوليات جميعا يا ربي يا كريم من على جميع المسلمين لالا فاطمة كثر من ذكر الله تعالى كثر يا كريم ويا كريم ويا كريم ويا كريم وربي غادي يكرمك في القريب العاجل فيك انا متبعة برامج ديالك الله يجازيك بخير اعزك الله لفاطمة الله يفرحك ويسعدك لالا والله يشافي لك البنية الله يربي تشافيها وتعافيها وطب في الغيب الله يشافيها ويعافيها يا رحمن يا رحيم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله